فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، أي باب ما جاء في الأحاديث أو من الأحاديث أن مفتاح الصلاة الطهور. وقد سمي الوضوء مفتاحا لأن الحدث مانع من الصلاة كالباب المغلق لا يمكن فتحه بدون مفتاح، وكل باب له مفتاح، فإن جئت بالمفتاح فتح لك وإلا لم يفتح. وقد أجمع العلماء كما سبق في الباب الأول أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وهذا يشمل كل صلاة، فريضة أو نافلة، جنازة أو صلاة العيدين أو الاستسقاء أو الكسوف. الطهارة شرط لصحة كل ما يسمى صلاة،